بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا. لا 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 حصة. لا 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 حصة. لا لا حصة. لا حصة. 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 لا 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 تصرخين. لحظة لحظة لحظة. ليش عبدالله ليش قاعدة تصرخين يا حصة؟ أنا؟ إي قاعدة تصرخين. إي كيف؟ شنو كيف؟ لابسة سماعة ومعلية على الصوت تسمعين أغاني وقاعدة تصرخين. كنت أسمع أغنية جميلة يا عبدالله. ما يصير يا حصة. شوفي شوفي الساعة كم؟ شوفي الساعة كم؟ شنو يعني؟ إي يعني شنو يعني بدينا حلقتنا في ساعة مرح صح ولا لا؟ صحيح صحيح. وأنتي قاعدة تصرخين وتسمعين أغاني ومزعجتني ومزعجة. أتوقع حتى اللي هناك آخر الدنيا يسمع صوتك. ما يصير يا حصة. انزل انا عندي لك اقتراح. بما ان اليوم جمعه احنا راح نسلم على اصدقائنا ونرحب فيهم عشان ما نتاخر عليهم. بعدين بنتفاهم معهم عن هالموضوع. انزين حسنا خليني ارحب في اصدقائنا. هيا 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 يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله ويانا اصدقائنا في حلقه جديده وساعه جديده. ان شاء الله راح تكون مليئه بالمتعه والفائده والمرح وكل الفرح وياكم في برنامج ساعة مرح. أكيد إحنا معاكم من يوم الأربعاء لين يوم السبت صح ولا لا يا حصة؟ أكيد صحيح. من الساعة 4 لين الساعة 5 ننتظركم وننتظر اتصالاتكم على الرقم 444-333-4444. وبعد على هالرقم شنو يقدرون يسوون يا حصة؟ أهلا وسهلا بكم أصدقائي. لقد اشتقت إليكم كثيرا. ولا تنسوا بأن ترسلوا صوركم وفيديوهاتكم ومواهبكم أيضا على نفس الرقم 444-333-4444. يعني حصة أنا الحين أبي أفهم يعني جاوبيني على هالسؤال. لابسة السماعة ورافعة صوتك لين آخر شيء وقاعدة تصرخين وأصلا يعني حتى اللي قاعد تسمعينه تسمعينه بصوت عالي. ليش يا حصة؟ يا عبد الله كنت أسمع أغنية جميلة وأريد أن أستمتع بوقتي. حلو حلو. أنا منعتك من أن تسمعين شيء. ما منعتك صح؟ بس دائما اذا بتسمعين شيء تقصرين على الصوت وما تعلين صوتك ولا تغنين بصوت عالي تزعجين الناس. يا حصه ما يصير. هل ازعجتك يا عبد الله؟ ازعجتيني انا وازعجتي الناس اللي حولنا يا حصه. يعني حتى مو بشرط انت تسمعين شيء بس، يعني حتى اصدقائنا اي حد مثلا قاعد يلعب في الحوش يلعب في اي مكان ما يصير انه يرفع صوته، ما يصير انه يصارخ، ما يصير انه يزعج الناس صح ولا لا يا حصه؟ صحيح يا عبد الله، ولكن انها الاجازه واريد ان استمتع بها. حلو انا ما قلت شيء. يعني كلنا عندنا اجازه وبدت الاجازه وانت نجحتي صح يا حصه؟ صحيح. شلون كانت الدرجات؟ رائعه جدا، كلها علامات كامله. يا سلام عليك، يعني جبتي العلامات الكامله ونجحتي وسافرتي يا حصه. صحيح. فخلاص يعني انت الحين استغليتي الاجازه. بس بعد دائما يعني اذا بنلعب بنسوي اي شيء ما يصير يا حصه نزعج الناس. يعني في ناس حولنا، يمكن في ناس الحين عندهم دراسه، يمكن في ناس عندهم يبون يقرون، يمكن في ناس مشغولين. ما يصير يا حصه انت تحسبين ان المكان كله لك صح ولا لا؟ حسنا يا عبد الله حسنا. في المره أنزل. القادمه ساسمع في الحديقه بصوت واط ايضا. حلو. الحين انا برجع لك السماعه يا حصه. بعطيك السماعه بس مره ثانيه اذا بتسمعين شيء ما تسمعينه بصوت عالي. زين يا حصه؟ حسنا ساضعها واعود بسرعه. يلا روحي حطي السماعه وتعالي. واكيد اصدقائنا انتم بعد نقول لكم ان دائما اذا مثلا نبي نسمع شيء حابين ان يعني نلعب مع بعض او نسوي اي شيء ما يصير نسبب ازعاج حق الناس اللي حولنا، لان حصه البيت والمكان هذا في ناس غيرنا وفي ناس وايد، فدائما احنا نحس بالناس اللي حولنا. ما يصير نصارخ ونلعب ونقعد يعني ما ننتبه للناس اللي حولنا. فنقول حق حصه انه بعد يا حصه انت مثلا قاعده تلعبين الحين هالوقت يعتبر وقت راح حق ناس ثانيين صح؟ فأنتي قاعدة تزعجينهم. فأحنا نقول حق أصدقائنا ما يصير نزعج الناس، ما يصير نصارخ، نلعب ونستمتع ولكن بالحد المعقول اللي ما يزيد عن حده صح ولا لا؟ كلام سليم يا عبد الله. يا سلام. انزين أول اتصال معانا اليوم الجمعة وبدينا حلقتنا. أكيد عندي ولا عندك يا حصة؟ عندي أنا. يلا خذي الاتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا من معي؟ باسل. اهلا يا باسل. اهلا كم عمرك؟ ستة. وماذا تريد ان تصبح عندما تكبر؟ مهندس.
مهندس ماذا؟ قبلة. باسل مهندس شنو تبي تصير يوم تكبر؟ مهندس. مهندس شنو؟ في مهندس كهربائي، في ميكانيكي، في مهندس معماري، في مهندس طيران. بناء. مهندس بناء. الله، يعني مهندس معماري. انزين يا باسل، باسل قل لنا ايش رايك في بيتنا بما ان انت بتصير مهندس معماري؟ شوف البيت، شوف البيت وعطنا رايك. جميل؟ ما اكثر شيء عجبك به؟ كل شيء. حقا؟ وغرفتي، وغرفتي ما رايك بها؟ رائعه. انزين. شكرا لك. باسل الحين انت شفت حصة مع بداية الحلقة ايش كانت تسوي صح؟ ايوه كانت تصار حاطة سماعة وتسمع وتصارخ طر. وما تدري بالناس اللي حولها صح؟ صح. ايش رايك في التصرف يا باسل؟ سيء. سيء وتصرف خاطئ صح؟ صح. اذا شنو التصرف الصحيح؟ شنو لازم تسوي؟ تتوصل السماعة. توطي صوت السماعة. زين زين وتوطي صوتها بعد صح؟ يعني ما تغني مع اللي قاعدين يغنون بصوت عالي صح؟ صح. زين شنو النصيحة اللي انت تقولها حق حصة؟ ماذا ها يلا قل لها. تعلي صوتها. ما تعلي صوتها وتسمع بهدوء صح ولا لا؟ صح. وما تسوي ازعاج حق الناس اللي حولها. انزين يا باسل. باسل خلصت امتحاناتك صح؟ صح. طلعت النتيجة؟ صح. ها كم النتيجة؟ بشر. ناجح. يا سلام. مبروك باسل. مبروك النجاح يا باسل. باسل قل لنا ايش ناوي تسوي في الإجازة؟ أسافر. شنو؟ السفر. يريد السفر. حقا. الى اين؟ الى اين يا باسل؟ لبنان. لبنان. يا سلام. رائع، بلد جميل. اكيد بلد جميل. ونوجه تحيه لكل اشقائنا في لبنان صح يا حصه؟ اكيد اكيد. انزين باسل شنو حاب تسمعنا؟ يا باسل نادي بابا. يلا قول. يلا يا باسل نادي بابا وديني عندك طبيب عاد وديني خلاص بس بدي اسباب الحليب. يزلل. يعطيك العافية يا باسل. الحين راح نلعبك ونعطيك عجلة الحظ. يلا يا حصة عندك العجلة. عندي انا. هيا هيا يا عجلة تحركي. ماذا سنختار لك يا باسل؟ اكمل الصورة. هل تجلس امام التلفاز؟ نعم. هيا سنعرض لك صورة ولكنها غير مكتملة وعليك إيصال الأحرف بالأرقام. حسناً؟ يلا نشوف مع بعض الصورة. هيا. اللي بتطلع حق باسل. باسل عندك الحروف وعندك الأرقام وصلهم مع بعض. يلا هيا 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 هيا. ها باسل ألف. ألف مع شنو؟ ألف. ألف مع اثنين. حلو صح. رائع. باء. باء. باء واحد. باء مع واحد. حلو. جيم أربعة. جيم مع أربعة. يا السلام عليك. رائع. دال. ثلاثة. مع ثلاثة. شنو اللي طلع لك في الصورة يا باسل؟ شجرة. شجرة. إجابتك يا باسل أكيد أكيد. شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة يا باسل. يعطيك العافية. والحين يا باسل وكل أصدقائنا وأنت بعد يا حصة شو رأيك نشوف فكرة اليوم؟ يا سلام. هيا هيا هيا. يلا عندنا فكرة اليوم جديدة أكيد راح تعجبكم فخلونا نشوفها ونرجع بعدها. مرحبا،
أنا اسمي جوجو، واليوم راح أعلمكم كيف تعملوا سمكة. سلام يا سلام، اعطيني اعطيني حصه خلينا نشوفه. الله، صديقنا صحيح صديق البرنامج سوالنا هذا وارسله لنا، خلينا نشوف مع بعض. اتعرف شيء يا عبد الله؟ هاي حصه شنو؟ اصنع اكثر من واحده. يا سلام، واقوم بتعليقها على الحائط. وشكلهم حلو يا حصه بعد، صح؟ صحيح. افعل افعل هذا. ها آه سوي شيء اوه حلوه يا حصه. يا سلام، طبعا نشكر صديقنا على هذه الفكره. شكرا. ونشكر اصدقائنا بعد. الحين يا حصه انا بحطها على الطاوله اللي هناك مع الافكار الحلوه، وبعدين نسوي نفس الفكره ونعلقها في الغرفه. أكيد زين اكيد اكيد يا حصه. زين يا حصه، خل نروح نحطها عندنا على الطاوله ونقول لكم اصدقائنا، يعني مثل ما شفتوا هذه الفكره وبعد الكثير والكثير من الافكار الموجوده، واكيد كلكم تقدرون تسوون مثل هالافكار وكلكم تعرضونها وتسوونها وتحطونها عندكم في البيت تزينون فيها البيت، يعني فكره انضمت للافكار الحلوه اللي عندنا. يا سلام. واكيد يا حصه شوفي الافكار، وايد افكار من اصدقائنا، صح؟ بنقول حق اصدقائنا شكرا لكم على هذه الافكار، وصوروا وسووا مثل هالافكار وانتم قاعدين في البيت في الاجازه، وارسلوها لنا اكيد على الرقم 4433344. كل يوم عندنا فكره. واليوم يا حصه انا ملاحظ شيء يا حصه. حقا ماذا؟ يعني امس انت كنتي خايفه تدشين الغرفه، ايش صار اليوم؟ صحيح صحيح. ها؟ ولكن لقد اقتنعت بكلام اصدقائي وبكلامك ايضا. ان شنو؟ لا يوجد. ها لحظه زي. لحظه 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 ها ها زين لحظه، خليني اشوف يا حصه في شيء يتحرك.
لا 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 يوجد شيء. أكيد ما في شيء يتحرك. أبداً. يعني انظر هنا أيضاً، انظر انظر أشوف. انظر. ما في شيء. لا يوجد شيء. ولا هنا أيضاً ولا هنا. انظر انظر. صدقت 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 شيء حصة. بس الحين أنا عندي سؤال، إذا سكرت الليت عادي تقعدين في الغرفة ولا تخافين؟ لا لا يا عبد الله أبداً. أكيد. عادي جدا. اكيد يعني حتى أكيد. حتى غرفة الالعاب ما تخافين منها ولا الصالة ولا أبداً مكان ابدا ولا الحديقة ولا شيء. يعني اللي كان امس واللي كنتي تتخيلينه امس كله شنو؟ كلها اشياء خرافية يا عبد الله. ايوه كلها خدع سينمائية. واصلا ما يصير نذكر بعد نذكرك نذكر اصدقائنا انه ما يصير احنا نشوف الافلام المرعبة عشان ما نخاف، صح ولا لا؟ صحيح. لان كلنا لنا شيء معين نشوفه يناسب عمرنا، صح؟ اكيد اكيد ولا نخاف عليها مرة اخرى ابدا يا عبد الله. يا سلام عليك يا حصة، ذكريهم حصة بارقامنا، كم ارقامنا؟ ارقامنا 4433 4 4 4. تتصلون على هذا الرقم ونقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ فاطمة. فاطمة كم عمرك يا فاطمة؟ 10. ما شاء الله العمر كله. شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ دكتورة. دكتورة شنو؟ أسنان. دكتورة أسنان. يا سلام. هيا هيا يا فاطمة أخبريني ما رأيك بأسناني؟ ها؟ رائعة. رائعة لي لطيفة؟ إيه. وأنت كم مرة تقومين بغسل أسنانك باليوم؟ 3 مرات. كم؟ أنت 3 مرات. 3 مرات. ولا تنسي بعد الحلويات أيضا. حلو حلو 3 مرات. إنزين تاكلين حلويات وايد يا فاطمة؟ لا شوي. شوي ها؟ إنزين فاطمة اليوم شو رأيك بتصرف حصة بداية الحلقة؟ غير صحيحة. غير صحيح. ليش غير صحيح التصرف؟ أنا كانت تغني بصوت عالي. كانت تغني وتصارخ وتزعجني وتزعج الناس اللي حولنا بصوت عالي، صح؟ صحيح. زين الحين مثلاً أنت أبيك توجهين نصيحة حق حصة، شنو تقولين لها؟ لما تسمعين أغاني لازم تخافين صوت الأغاني. زين وهي زين واذا هي تلعب يا فاطمه يصير تزعج الناس اللي حولها بعد وهي تلعب؟ لا. ها شلون؟ شو تسوي وقت اللعب؟ تلعب بهدوء. تلعب بهدوء وتلعب في المكان المخصص للعب، صح؟ صحيح. يا سلام، سمعتي فاطمه؟ سمعت. حصه انا ابي تسالينها شو فيها، ايش سوت في المدرسه؟ اكيد اكيد. هي يا فاطمه هل انتهى هل حصلتي على نتيجه المدرسه؟ نعم. هي اخبريني كيف. 100 من 100. ما شاء الله. درجة كاملة ها يا حصة. صحيح مبروك. يا سلام مبروك يا فاطمة. مبروك مبروك يا فاطمة. انزين فاطمة شنو كانت الامتحانات، سهلة؟ ايه سهلة. ليش كانت سهلة؟ لان انا درست وايد. ايه صح لانك درستي وايد. انزين والحين اجازة يا حصة، صح ولا لا؟ صحيح. نبي نعرف فاطمة شنو ناوية تسوي في الاجازة، قولي لنا يا فاطمة. نطلع. ايه مثلا نروح شاليه او ان اروح المول. حلو. الحين يا حصة فاطمة نبهتني على شيء مهم، ان الحين الاطفال ممكن ان يدخلون المجمع، صح ولا لا؟ صحيح. انزين يا فاطمة اذا بتروحين المول شنو بتاخذين معاك؟ معقم. حلو. قفاز وكمام. يا سلام يا سلام احسنتي. انزين واذا مثلا كنتي تتمشين في المول مع امك او ابوك وشفتي لعبه اعجبتك وايد تروحين وتاخذينها على طول ولا تستاذنين منهم؟ لا استاذن اللي قاعد يبيعها. تستاذنين صح؟ ايه. انزين واذا شفتي مثلا حصه في المول تروحين تسلمين عليها ولا من بعيد؟ لا من بعيد. ما تسلمين عليها بيدك صح؟ ايه. يا سلام عليك يا فاطمة، خلاص فاطمة ان شاء الله تستغل الاجازة احسن استغلال، وبعد يا فاطمة حاولي تقرين وحاولي تتعلمين اشياء جديدة، زين؟ ان شاء الله. يلا شنو حابة تسمعينا؟ قرآن. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يدعى كيدكم في سرلي وأرسل عليكم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من ترميهم بحجارة من صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعطيك العافيه يا فاطمه. بس راجعي الصوره مره ثانيه، كانت عندها اغلاط بسيطه، صح ولا لا؟ صحيح. يعني لازم تراجعينها مره ثانيه يا فاطمه وتتصلين علينا وتسمعينا اياها مره ثانيه. زين يا فاطمه، الحين راح نعطيك، عندنا العجله ولا شنو يا حصه؟ عجله الحظ. العجله حلو، العجله عندي الحين، فخلونا نشوف عجله الحظ اي لعبه راح تختار حق فاطمه. عجله الحظ، واختارت لك يا فاطمة ترادف وتضاد. الحين راح نعطيك، تعرفين هاللعبة يا فاطمة ولا لا؟ ايه. زين اشرحيها لي، شنو هاللعبة؟ يلا. ها. يلا بنعطيك كلمة ونطلب منك يا مرادفها او ضدها، جاهزة؟ جاهزة. يلا نشوف مع بعض شنو الكلمة اللي بتطلع حق فاطمة. عندك سؤال يا حصة؟ هيا. ما هو مرادف كلمة يصرخ؟ مرادف يعني شبيهة. مرادف يعني كلمة بنفس المعنى. يصرخ. يصرخ. يبكي. لا. لا لا. أول حرفين من الكلمة. يعني أول حرفين نفس أول حرفين في كلمة يصرخ. شنو ممكن تكون الكلمة؟ يصبك. شنو؟ لا. فكري. لا لا لا. فكري بعد. فكري بعد. يلا بعطيك. بعطيك فرصة. ها. يصرخ. ممكن تساعدني؟ إيه. أكيد يص... أكيد. يصي. يصي. اسمعي حصص. يصيح. يصيح. مرادف كلمة يصرخ يصيح. وحصة خلاص قالت لي انها ما راح تصرخ ولا راح تصيح، صح ولا لا؟ اكيد صحيح. فإجابة فاطمة شنو يا حصة؟ اكيد صحيحة. إجابتك صحيحة يا فاطمة. شكرا على اتصالك واتصلي علينا مرة ثانية وشاركي معانا، وإن شاء الله تكبرين وتصيرين دكتورة أسنان، بس دائما تحافظين على أسنانك وتدرسين أكثر وأكثر عشان توصلين للشيء اللي تبينه إن شاء الله. إحنا وياكم أكيد مكملين أصدقائنا، ولكن بعد الفاصل يا حصة. بعد الفاصل. شوفكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله ويانا أصدقائنا، ونرحب فيكم أكيد ومكملين في ساعة ما رحنا وياكم كل يوم أربعة لين يوم السبت من الساعة 4 للساعة 5. تتصلون علينا وتشاركون على الرقم 44-333-444، وعلى هذا الرقم بعد يا حصة شو يسوون؟ أن يرسلوا صورهم وفيديوهاتهم ومواهبهم أيضا على نفس الرقم 44-333-444. أكيد تتصلون علينا وتشاركون معنا. واليوم أنا كنت أتكلم ودشيت وأشوف حصة حاطة السماعات وتصارخ وهي مو بحولي ومشغولة عني، بس قالت إن خلاص ما راح تصارخ إن شاء الله وراح تسمع الكلام، وإذا حابة إنها تسمع شيء أو حابة إنها تلعب ما راح تزعج الناس اللي حولها، صح يا حصة؟ أكيد صحيح، ولا نفعلها مرة أخرى. خلاص يا عبد الله أعتذر. يا سلام عليك يا حصة. بس بعد ترى أنا لازم أسأل أصدقائنا، زين؟ أكيد أكيد. فنشوف طبعاً. أصدقائنا شنو راح يقولون وشنو راح يسوون ونقول. عندي ولا عندك؟ عندك صح؟ عندي أنا. يلا خذي الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا، من معي؟ حصة. حصة، اهلا يا حصة، اهلا. مثل اسمي عبد الله الرعي. ايه ما شاء الله، حصة وحصة، عندنا حصتين الحين صح؟ حصتين صحيح. انزين، حصة كم عمرك؟ ثمانية. 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 وماذا تريدين ان تصبحي عندما تكبري؟ معلمة. حقا. يا سلام. معلمة ماذا؟ عربي. هل تحبين اللغة العربية؟ نعم. هيا اخبريني لماذا؟ لأنها لغة القرآن. يا سلام عليك يا حصة، اللغة العربية هي لغة القرآن. انزين يا حصة، شفتي حصة شنو سوت اليوم؟ نعم. شرايك؟
غلط. ليش غلط يا حصة؟ ها؟ لأنها أزعجت الناس. صح، لأنها أزعجتني وأزعجت الناس، وكانت تصارخ بصوت عالي وتغني بصوت عالي، صح؟ نعم. إنزين حصة، قولي لي شنو كان المفروض إن حصة تسوي؟ ها؟ توطي صوتها. توطي صوتها وتسمع بهدوء وما تصارخ، صح؟ صح. زين أبيك الحين تعطين حصة نصيحة، شنو بتقولين لها؟ لا تعلي صوتك، تتكلم بهدوء. حسناً يا حصة، سأسمعه بكلامك وبنصيحتك. يعني قالت لك لا تعلين صوتك وتسمعين بهدوء. وتكلم بهدوء. تكلمين بهدوء، صح؟ صحيح. إنزين حصة، قولي لي حصة، خلصتي امتحاناتك؟ صح، نعم. ناجحة؟ إيه. يا سلام، مبروك مبروك، إن شاء الله النجاح. إنزين حصة، قولي لي الحين إجازة، شنو ناوية تسوين في الإجازة؟ بنروح الألعاب. حلو. وبعد بنروح عند كوكي. بنروح نتمشى. تروحين تجيبين كوكيز وتروحين تتمشين، صح؟ صح. حلو. تبي تاكل كوكيز هي حصة، صح ولا لا؟ صحيح. انزين زين حصة، عاد لازم تطرشين لنا بعد من الكوكيز، انا وحصة بعد نبي. صحيح، ولكن يا حصة انتبهي، يجب أن تقومي بغسل أسنانك بعد الكوكيز لأنها من الحلويات. إن شاء الله. إن شاء الله. سنتي. إنزين وبعد بتسوين رياضة وترسمين وتقرين يا حصة؟ صح. صح، إنزين يا سلام عليك. شنو حابة تسمعينا يا حصة؟ قرآن. يلا تفضلي. تفضلي. يلا حصة سمعينا. حصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعطيك العافية يا حصة. والحين راح نسمعك أو راح يعني راح نعطيك ثلاث ألعاب ونطلب منك وتختارين اللعبة اللي تبينها. جاهزة يا حصة؟ جاهزة. يلا، عندنا يا حصة ما هو، وعندنا لعبة الحروف، وعندنا ترتيب الجملة. أي لعبة تبين يا حصة؟ ترتيب الجملة. ترتيب الجملة. حلو. الحين راح نعطيك جملة كلماتها مش مرتبة، وانتي ترتبي لنا الكلمات عشان تطلع جملة صحيحة. جاهزة؟ جاهزة. يلا يا حصة نشوف مع بعض شنو الكلمات اللي بتطلع لك. عندك في الابتسامة أخيك وجه صدقة. ها يا حصة، هيا أعطينا كلمة كلمة. شنو أول كلمة؟ الابتسامة وجهك. الابتسامة. إيه؟ الابتسامة في وجهي أخيك. يا سلام. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. زين حصة، تقدرين تشرحين لنا شنو يعني هالجملة؟ ها، تعرفين شنو يعني؟ يعني إن نبتسم للناس. يعني نبتسم للناس، والابتسامة ناخذ عليها أجر وصدقة، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح. شنو إجابتها؟ أكيد صحيحة. شكرا لك يا حصة على اتصالك، واكيد حصة قاعدة في البيت ان شاء الله في الاجازة مع الكوكيز اللي بتاكله يا حصة، تقدر تسوي اشياء وتقدر ترسم، صح ولا لا؟ صحيح. فالحين خلونا نشوف معاكم رسمة اليوم ونرجع بعدها.
حياكم الله ويانا أصدقائنا بعد ما شفنا هذه الرسمة الحلوة والجميلة. شفتي الرسمة يا حصة؟ شفتها رائعة جدا، وايد حلوة الرسمة. فنقول حق أصدقائنا رسموا مثل هالرسومات وارسلوها لنا، وإحنا كل يوم نعرض لكم رسمة وكل يوم نعرض لكم شيء جديد. وأكيد أي رسمة حابين إن إحنا نرسمها راح نرسمها لكم إن شاء الله ونعرضها في برنامجنا. وصراحة يعني يا حصة شوفي هالأشياء والأفكار الجميلة اللي قدامي كلها سووها لنا أصدقائنا، صح ولا لا؟ منظر جميل، وايد وايد وايد، يعني وصلتنا هالسلة، وصلتنا وصل اليوم وصلتنا السمكة الحلوة، صح ولا لا يا حصة؟ شوفي يعني شوفي شوفي يا شلون؟ تقدرين هكذا هكذا تقدرين تعلقينها وانت قاعدة في الغرفة، صح ولا لا؟ صحيح. وعندنا طيارة وعندنا الحلزونة وعندنا هالسيارة الحلوة بعد، شوفي شلون السيارة يا حصة؟ راح نعدلها ان شاء الله ونصمغها، واكيد هذه هي السيارة ارسلها لنا صديقنا، صح ولا لا؟ يا سلام، سيارة رائعة، يا انظر سلام. الى التفاصيل. اي وايد وايد صحيح. حلوة السيارة، فاكيد اصدقائنا نقول لكم ارسلوا لنا مثل هالافكار واحنا نعرضها وياكم في برنامجنا في ساعة مرح على الرقم 44-333-4444. ونقول الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن، اهلا يا عبد الرحمن. صديقنا يا عبد الرحمن يا حصة. عبد الرحمن شو اخبارك؟ طيب؟ طيب الحمد لله. عبد الرحمن يعني انا اذكر يا حصة ان عبد الرحمن كان يقول انه يبي يكبر بيصير شرطي. صحيح، شرطي اليس كذلك؟ لا بس لحظة، اخر مرة اتصل عبد الرحمن قال انه بيغير. ايه، وقال لي ابي اصير اتوقع رسام، قلت لي يا عبد الرحمن؟ ايوه. ايه قال لي ابي اصير رسام، فاليوم غيرت ولا خلاص مثبت على ولا تبي ترجع شو اسمه شنو قال؟ شرطي. ولا تثبت على رسام؟ رسام، لكن ما الاشياء الصعبه اخوي بيعرفها، لكن السهله بعرف انا. ايوه. بس شلون بتصير رسام؟ لازم تعرف ترسم الاشياء كلها يا عبد الرحمن، يعني تتعلم عشان تعرف ترسم. ان شاء الله لما اكبر احاول اتعلم لما اعرف كل شيء ارسمه. زين بس عبد الرحمن يا اخي انت صديقنا، صح ولا لا؟ صح. بس ما ارسلت لنا شيء من رسوماتك للحين. الا انا ارسلت. ارسلت؟ ايوه. خلاص احنا ان شاء الله راح نعرضها ببرنامجنا بكره بنشوف الرسمات. شنو الرسمه اللي ارسلتها؟ رسمة كورونا واليوم الوطني. الله. حلو حلو حلو، خلاص راح نشوف الرسمة اللي أرسلها لنا عبد الرحمن ونعرضها إن شاء الله في برنامجنا. زين عبد الرحمن قل لنا شلون كانت الامتحانات، خلصت صح؟ أيوة. والدرجات شلون كانت؟ نجحت؟ ما أعرف، ما نزل الشهادة بس نجحت صح؟ أيوة. الحمد لله مبروك على النجاح. مبروك على النجاح يا عبد الرحمن. إنزين قل لنا إيش رأيك في تصرف حصة اليوم؟ لازم نسألك بعد. خاطئ. ليش خاطئ؟ إنها معلي الصوت لين الأخير وبتغني وراهم. حلو يا عبد الرحمن، وكانت تغني بصوت عالي صح؟ صح. يا سلام. زين أنا الحين أبيك أنت عبد الرحمن صديقنا، خلاص لازم تعطي حصة نصيحة، شنو تقول لها؟ هيا لا تكرري هذه الحركه مره ثانيه. لا تسوين هالحركه مره ثانيه، يعني لا ترفعين صوتك يا حصه وتسمعينه بصوت عالي صح. تتكلم بهدوء ايضا. اي لازم تتكلمين بهدوء. انزين عبد الرحمن في الاجازه الحين شنو ناوي تسوي؟ يعني راح ترسم اكيد، بس بعد شنو الاشياء اللي بتسويها؟ اقرا قران. حلو. وارسم. حلو. أصلح مع أمي كيكة. يا سلام. راح تسوي كيكة إن شاء الله مع أمك. شوفي عبد الرحمن راح يدش المطبخ ويطبخ ويساعد أمه بعد صح؟ صحيح. إنزين عبد الرحمن شنو حاب تسمعنا؟ هيا قرآن. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أقنع عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. والحين راح نعطيك ثلاث ألعاب وانت تختار اللعبة اللي تبيها. عندنا يا عبد الرحمن لعبة ما هو، وعندنا لعبة الحروف،
وعندنا ترتيب الجملة. أنا صراحة يا حصة بما أن عبد الرحمن صديقنا أبي يختار ما هو. شو رأيك أنتي؟ أنا الحروف. ها عبد الرحمن. والله كنت بختار ما هو، لكن أكثر لعبة عجبتني هي الحروف. أكثر لعبة عجبتك الحروف؟ زين اختار ما هو يا عبد الرحمن اليوم. هيا هيا. ها شو رأيك؟ ما هو يلا. يلا هو. يلا عشان خاطري ما هو. خلينا نشوف ما هو. تعرف اللعبة صح؟ ايوه. بشرحها لك الحين. راح نعطيك معلومه وفي هالمعلومه راح نقصد شيء معين، اذا ما عرفت المعلومه الاولى نعطيك معلومه ثانيه، واذا ما عرفت نعطيك معلومه ثالثه لين ما تعرف الاجابه. يلا نشوف مع بعض شنو هي المعلومه الاولى. المعلومه الاولى تقول طائر يحبه الصغار. طائر يحبه الصغار. المعلومه الثانيه. يلا شنو المعلومه الثانيه؟ يوجد بعدة ألوان. قربنا صح يا حصة؟ صحيح. قربنا قربنا قربنا. زين خلنا نشوف المعلومة الثالثة. المعلومة الثالثة يتميز بتقليد الأصوات. عرفته عرفته يا عبد الله عرفته. عرفتي؟ عبد الرحمن عرفته؟ الببغاء اللي عندنا. عندكم؟ عندكم عندكم ببغاء في البيت؟ أيوه. شنو لونه؟ ملون. هو لونه اخضر وبرتقالي. ايه؟ وفمه احمر. حلو. يتكلم ولا للحين؟ لا بس بيطلع اصوات. يطلع اصوات. مثل ماذا؟ مثل ماذا يا عبد الرحمن؟ اصوات مثل ماذا؟ ها تعرف الاصوات اللي يطلعها؟ اصواته حلوه بتقومنا من النوم. انزين يا عبد الرحمن اجابته شنو يا حصه؟ اكيد صحيحه. يعطيك العافيه يا عبد الرحمن وما قصرت على اتصالك. الحين احنا مكملين ان شاء الله اصدقائنا، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله ويانا اصدقائنا، رجعنا لكم مكملين معاكم في ساعة مرح. احنا وياكم دائما من يوم الاربعاء لين يوم السبت. من اي ساعة يا حصة؟ من الساعة الرابعة لغاية الساعة الخامسة. ويتصلون على اي رقم يا حصة؟ على رقم 44-333-444. تشاركون معانا وترسلون لنا على هذا الرقم بعد صوركم وفيديوهاتكم وتنضمون معانا لنادي ساعة مرح. يا حصة أتوقع أن في أصدقاء وايد أرسلوا لنا صورهم وفي أصدقاء أرسلوا لنا رسوماتهم صح؟ صحيح. فأنا وأنت إن شاء الله راح نقعد بعد الحلقة نشوف الصور ونشوف الرسومات اللي وصلت عشان نرتبها ونعرضها في برنامجنا. زين؟ أكيد. وأنا متحمسة جدا لذلك. خلاص أكيد ننتظركم أصدقائنا ونقول لكم ارسلوا لنا كل الصور وكل الفيديوهات. وأكيد بعد يعني أحس الحين في الإجازة أكيد أصدقائنا بيسوون رياضة، بيطبخون، بيرتبون البيت، بيسوون أشياء جديدة، فبعد يصورونها لنا ويطرشونها لنا وإحنا نعرضها صح ولا لا؟ أكيد صحيح. وأكيد ننتظر اتصالاتكم وأكيد مشاركاتكم دائماً معانا في ساعة مرح. يلا يا حصة عندك الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً من معي؟ جواهر. أهلاً يا جواهر. جواهر كم عمرك؟ 7 سنوات. حقاً. وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ معلمة. زين لحظة أنا عندي 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 سؤال عندي سؤال. جواهر. نعم. قصري على صوت التلفزيون واسمعينا من الجوال عشان تردين علينا بشكل أسرع. زين؟ إن شاء الله. يعني إحنا قاعدين نسمع صوتنا من التلفزيون اللي عندك، قصري على الصوت أو اقعدي في مكان هادي عشان نسمعك بوضوح. يلا شنو تبي تسألينها يا حصة؟ أحسنتي يا جواهر. هيا أخبريني لماذا تريدين أن تصبحي معلمة؟ عشان أدرس. طيب معلمة ماذا؟ أي لغة؟ عربي. يا سلام. وهل تحبين اللغة العربية؟ نعم. أحسنتي أحسنتي. هيا أخبريني هل حصلتي على نتيجة المدرسة؟ نعم. وما هي؟ نجحت. ها نجحتي ناجحة يا جواهر؟
نعم. يا سلام، مبروك مبروك. انزين جواهر، شفتي حصة شنو سوت اليوم بداية الحلقة؟ نعم. شو رأيك في هالتصرف؟ خطأ. خطأ. انزين شنو المفروض انها تسوي؟ يعني شنو المفروض تسوي؟ ما ترفع صوتها. ايه. ما تصارخ. حلو. أتكلم صوت واطي. زين الحين يا جواهر، أنت مثلاً قاعدة تلعبين في البيت، تلعبين وتزعجين الناس اللي حولك ولا تلعبين بمكان هادي؟ ألعب بمكان هادي. زين وإذا الناس نايمين ومريحين تحطين السماعات وترفعين صوتك ولا صوتك يكون يعني مو بعالي؟ لا. ها شنو تسوين؟ زين جواهر أنا الحين أبيك. ما أتكلم. زين أبيك تعطين حصة نصيحة، يلا انصحي حصة وقولي لها شنو لازم تسوي المرة الجاية. لا تزعجينهم ولا تربحين صوتك. حسنا حسنا يا جواهر سأفعل ذلك. زين زين جواهر، أمس حصة كانت خايفة من الظلام، تقول أنا دخلت الغرفة شفت أشياء تتحرك، ورحت غرفة الألعاب وشفت أشياء تتحرك، لأن هي كانت شايفة فيلم رعب فخافت من الأشياء الموجودة في الفيلم. إيش رأيك أنت تشوفين أفلام رعب؟ لا. إنزين الأشياء اللي موجودة في أفلام الرعب هذه تعتبر أشياء خيالية وسينمائية ولا صجية؟ خيالية. خيالية. صح عليك. صحيح. يعني ما يصير نخاف من هالأشياء صح؟ صح. إنزين يا جواهر، يلا جواهر شنو حابة تسمعينا؟ قرآن. يلا تفضلي. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحين يا جواهر راح نلعبك معانا ونعطيك معانا عجلة الحظ ونشوف العجلة شنو بتختارك. يلا يا حصة العجلة عندي. هيا تفضل. يلا نشوف العجلة مع بعض أي لعبة راح تختار. يلا يا عجلة، أكيد راح تختار حق جواهر لعبة حلوة. وعندك يا جواهر رتب الأحرف. الحين يا جواهر بنعطيك كلمة حروفها مش مرتبة وانت ترتبين لنا الكلمات عشان تطلع كلمة صحيحة. جاهزة؟ ترتبين الحروف عشان تطلع كلمة صحيحة. خلينا نشوف. هيا هيا هيا. يلا يا حصة عندك الحروف. هيا. تاء مربوطة، ألف، نون، ظ، ر. سهلة سهلة يا جواهر. يلا. نظارة. 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 حلو، يعطيك العافية يا جواهر. جواهر انت تلبسين نظارات؟ لا. انزين الحين اذا احنا نبي نحافظ على عيوننا من النظارات الطبية شنو نسوي؟ اذا كنا نلعب بالجوال ولا الايباد نخليه قريب منا ولا بعيد؟ بعيد. بعيد. زين ليش ما يصير نخليه قريب؟ عشان ما تعورنا عيوننا. عشان ما تعورنا عيوننا. وإذا نبي نشوف التلفزيون مثلا نقعد عند التلفزيون ولا بعيد من التلفزيون؟ بعيد من التلفزيون. يا سلام عليك، لازم نقعد بعيد عشان نحافظ على عيوننا. ويا حصة شنو إجابة جواهر؟ أكيد صحيحة. يعطيك العافية جواهر. وجواهر طبعا معانا كانت آخر اتصال، وأكيد أصدقائنا ننتظركم احنا بكرة، عندنا اتصالات أكثر وأكثر وعندنا برنامجنا بكرة بعد في ساعة مرح. ولكن الحين يا حصة شنو الحين يا حصة؟ قولي انت قولي. يا سلام، الفقرة المفضلة لدينا نادي ساعة مرح. نادي ساعة مرح، ونشوف أصدقائنا اللي انضموا معانا اليوم للنادي. منو أول صديق؟ يا سلام. غانم. كاش غانم. هاي حصة. صحيح. شنو يحب يصير غانم؟ يحب ركوب الخيل. يحب ركوب الخيل. ها تعلمت انت يا حصة ولا للحين؟ قليلا يعني. شوي. ها انزين يا حصة، ونشوف بعد منو معانا. يا سلام. تميم. يا كاشخ بعد تميم. ها صحيح. شنو يحب تميم؟ يحب السباحة. يحب السباحة. ورياضة جميلة تحرك كل عضلات الجسم اللي هي السباحة. ومعانا سلمى. يا سلام، تحب سلمى؟ فستان رائع. انظر انظر. ايه الفستان. لون احمر. انا احب اللون الاحمر يا حصة. صحيح. وانا ايضا. ايه حلو اللون الاحمر، ما شاء الله على سلمى. شنو تحب تصير؟ تحب السباحة. تحب السباحة بعد سلمى. يا سلام. خلينا نشوف بعد منو.
هند. صديقتنا هند شنو تحب؟ هند تحب التلوين. تحب التلوين ما شاء الله عليها. لازم هند يا حصة تلون وترسم وترسل لنا، صح؟ صحيح، هل سمعت يا هند؟ ننتظرك يا هند ونشوف. هند كانت آخر صديقة معانا اليوم يا حصة، ولكن دائما نذكر أصدقائنا أنهم يشاركون معانا ويتصلون علينا كل يوم من الساعة 4 لين الساعة 5. بما أننا وصلنا للختام يا حصة لازم نذكر الحين إذا لبستي السماعة بعد شوي بتعلين الصوت لين آخر شيء؟ أكيد لا يا عبد الله، لن أفعل ذلك مرة أخرى. شنو بتسوين؟ سأخفض من الصوت. إيه؟ وعندما أتكلم أتكلم بهدوء. حلو. ولا أصرخ أبدا ولا أسبب الإزعاج أبدا لأحد. حلو. وإذا كنتي مثلا قاعدة هني بغرفة الألعاب تلعبين وحسيتي أن أنت مثلا بتخسرين في لعبة، تصارخين ولا تكونين هادية؟ لا مستحيل أبدا، دائما تكونين هادية، صح؟ أكيد. وأنتوا بعد أصدقائنا دائما خلكم هادين ولا تزعجون الناس اللي حولكم ولا تزعجون أهلكم، العبوا بهدوء. وأكيد إذا تسوون شيء لازم الصوت يكون دائما هادي. إحنا وصلنا للختام، نشوفكم إن شاء الله بكرة في ساعة جديدة من المرح. شو تقولين يا حصة؟ إلى اللقاء ونراكم غدا. نشوفكم على خير إن شاء الله في ساعة مرح، ومع السلامة.